الحمد لله. يعني ما يعني فعلا مكسب مهم جدا. ويعني انا حتى يعني قبل المباراه كنت نزلت للعيبه، ودي عاده بعملها كل ماتش، يعني ان احنا يعني بنقرا فاتحه مع بعض. وكان كابتن حسام كابتن طبيعي، انا قلت لهم كلمه يعني بالله عليكم عايزين نكسب النهارده، فالحمد لله ربنا يعني صدقوا في الوعد يعني. صدقوا في الوعد فعلا. يعني حتى يعني انا كان ياسر مبارك شايد غندور بالهدف العالمي اللي جابه النهارده، يا احلى جون لغايه دلوقتي في الدوري. وانا حتى يعني على لعب مباراه يعني رائعه، وانا يعني اتمنى بصراحه يعني من مسؤولين على المنتخب القومي يبصوا له على خالد غندور وهشام صلاح. بصراحه اثنين مميزين بصراحه الحقيقه، يعني مميزين بصراحه. يعني احنا ما بنقولش يعني كمان احنا ما بنتكلمش على موضوع المنتخبات، عمرنا ما اتكلمنا. لما تشوف نادي الاتحاد الفريق اللعيبه، ولكن لما تشوف حاجه منوره وحاجه الاثنين لعيبه فعلا مميزين، اتمنى يبقى ليه نظره يعني. بس المهم ان هم يفضلوا على المستوى ده، لانه اذا حتى جنبه الاختيار المره دي، ممكن المره الجايه اللي بعدها يفضل باستمرار متالق، يجبر اي مدرب على ضمه في الاخر. اتفق مع حضرتك طبعا مليون في الميه. طبعا. ولكن خالد غندور دي للسنه الثانيه على التوالي. ما خد بالك ان بعض المدربين بتتابع هل انت هتستمر في التفوق والتالق ولا لا، ربما يعني. بالظبط لا بالظبط حضرتك، انت حضرتك بتتكلم مليون في الميه صح. مزبوط. ولكن انا يعني اتمنى كده، وانا يعني بصراحه يعني اللعيبه ادى اللي عليها وزياده. كابتن حسام النهارده صراحة ولا أروع، يعني هو الجهاز الفني اللي يعني الجهاز بيعمل مجهود رائع جدا جدا، يعني موت نفسهم. أتمنى إن شاء الله يعني ده وصل للعيبة النهاردة. يعني حسام على الخط أنا كنت شايف من فوق في المعصورة، لا يعني هو والجهاز عاملين شغل رائع. كابتن إبراهيم حسن طبعا أتمنى لهم إن شاء الله تكون دي بداية. يعني الحمد لله يعني إحنا الأول مباراة يعني مع المسموحة تعادلنا 4-4، كنا حاطين 4 وعملنا يعني منتدى عظيمة بالظبط قوي قوي. وبعد كده حضرتك لعبت مع فيوتشر، وفيوتشر مدعمه بشكل محترم، وتكسبوا في اسكندريه 3-2. خسرت مباراه يعني بتاعت بيراميدز، يعني مش عايز اتكلم في حكام كتير، بس يعني المباراه وخلصت وعدت. ولكن النهارده الحمد لله بيراميدز منافس مش سهل برضه يعني الحقيقه يعني. لا ما ده اللي بقوله لحضرتك، يعني فريق صعب. ولكن حضرتك يعني لو حضرتك شوف المباراه، يعني شفت الاولاني كان عامل ازاي ماتش بيراميدز، بعد كده الشوط الثاني كان هي ضربه جزاء ما اتحسبتش لنا، ضربه جزاء اتحسبت، بعد كده اتلغت اتحسب ضربه جزاء لنادي بيراميدز، كنت 1-0 بقت 2-0. ولكن الحمد لله الماتش عدى، ويعني تسيب اللي ورانا ورانا. ولكن اتمنى في اللي جاي اشوف نادي الاتحاد.